للمزيد من المتابعة والتفاصيل عن هذا الملف تحديدا بينضم إلينا الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نانسي والساده المشاهدين. اشكرك. في البدايه خليني ابدا معاك بشكل عام عن مدى توفر اللقاحات الان في الداخل المصري. الحقيقه انه مصر سعت من اللحظه الاولى لجائحه كورونا بتوفير كل ما يلزم للمواطنين من حمايه وعلاجات لموضوع كورونا. واحنا بنشوف دلوقتي ان جميع اللقاحات متوفره وكمان مراكز تقديم اللقاحات مجهزه علشان تستقبل المواطنين طول الوقت. مش بس كده، لكن كمان وزاره الصحه الحقيقه يعني ساعد بكل الطرق علشان توصل اللقاحات للمواطنين حتى لغايه بيوتهم من خلال حملات اتعملت زي طرق الابواب مثلا، والحملات اللي اتعملت قبل كده علشان توصل اللقاحات للناس اللي ما بتقدرش انها توصل لمراكز اللقاحات. فيما يتعلق بمراكز اللقاحات يا دكتور، الحقيقة أن احنا عندنا هنا في مصر الكثير من مراكز اللقاحات في العديد طبعا من المحافظات، والحقيقة يعني كنا أثناء أوج الأزمة بنتساءل عن فكرة هذه المراكز الخاصة باللقاحات للمواطنين، كيف سهلت وساعدت فكرة أخذ اللقاح على المواطن من فكرة قرب المسافة، المواعيد، توافر يعني الأطباء في مختلف اللقاحات. دكتور أشرف، احنا بنشوف ان وزارة الصحة قدرت انها توفر كميات اللقاحات بكميات كبيرة جدا ومن خلال شراكات واتفاقات مع عديد من الدول علشان تقدر انها توفر كل اللقاحات من جميع الانواع للمواطنين وقت ما هم يكونوا عايزينه، وخاصة انه كان في هدف كبير لمصر انها تطعم حوالي 70% من المواطنين علشان تقدر انها تحصل على مناعة فعلا للمواطنين تحميهم من الاصابات الشديدة والحاجة لدخول المستشفيات والرعايات المركزة. في هذه الأثناء احنا بنتكلم، طبعا احنا عارفين انه فيروس كورونا يعني ما نقدرش نقول ان هو انتهى بشكل كامل دكتور أشرف، ولكن يعني ربما يعني في فترات يعني زي ما تابعنا المرة اللي فاتت يظهر في فترات ويختفي في فترات على حسب يعني الحقيقة مش عارفة فكرة التجمعات او ما يتعلق بتغيرات المناخية ام ماذا دكتور أشرف، ولكن في هذه الفترة نقدر نقول ايه الوضع الخاص بكورونا؟ طبعا في الفترة الحالية الحقيقة الوضع مستقر إلى حد كبير وأعداد الإصابة محدودة إلى حد كبير، وكمان الحالات اللي بتحتاج إلى دخول المستشفيات والرعايات المركزة قلت بشكل كبير، والوفيات كمان من كورونا قلت. لكن أنا عايز أقول هنا نقطة مهمة جدا، إنه إحنا بنلاحظ دايما إنه زيادة الإصابات وظهور موجات جديدة مرتبط بمجموعة عوامل. عامل ليها علاقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتزام الناس بهذه الإجراءات، كل ما بنشوف إنه في نوع من الالتزام أكبر كل ما بنلاقي فعلا إنه تاني من خلال التزام المواطنين أشخاصهم بإنهم فعلا حريص يكونوا حريصين على الحصول على اللقاحات، وكل ما المواطنين على اللقاح بيقلل فعلا من معدلات الإصابة. يبقى في النهاية العامل اللي لها علاقة بالفيروس. احنا بنشوف انه لما بيظهر تحورات جديدة او سلالات جديدة بخصائص مختلفة طبعا ده بيعمل زيادة في الإصابات نتيجة ظهور هذه السلالة، وعلشان كده مصر الحقيقة بتسعى إلى أنها طول الوقت تتابع كل ما هو جديد ومن أخبار عن ظهور سلالات جديدة، وتشارك طبعا بالأبحاث العلمية علشان فعلا نقدر أن احنا نحاصر هذه الزيادة ونقلل من معدلات الإصابة، وكمان بنتخذ الإجراءات المناسبة على حسب الحالة الوبائية. كيف تم تطوير هذا الأمر في الفترة الأخيرة دكتور أشرف؟ النقطة اللي حضرتك تحديدا بتتحدث فيها. احنا بنشوف انه الدولة وفي يعني بكل وزاراتها الحقيقة بتتخذ من المواقف ما يناسب الحالة الوبائية، وبتتخذ من القرارات والإجراءات والتجديد في هذه الإجراءات على حسب الحالة الوبائية. طبعا صحيح. كل ما بيكون في زيادة في الأعداد لازم يكون في تجديد أكتر علشان ده ما لا يصاحبه زيادة في الأعداد أو موجات تكون فيها عدد الإصابة كبير.
طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.